ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا ربنا على القوم الكافرين، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تخرج صاحب حاجة من المسجد إلا يسرت أمره وشرحت صدره وأعطيته فوق ما يتمنى. فرج يا ربي كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واقض اللهم الدين عن المدينين بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ولمن علمنا حرفا ابتغاء وجهك العظيم. اللهم ارفع الألم عن كل من يتألم يا رب، يا رب ارفع في هذه الساعة الألم عن كل من يتألم من جميع مرضى المسلمين يا رب، وفرج كرب كل مكروب، وأذل هم كل مهموم، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على إمام الدنيا والآخرة النبي محمد صلوات الله عليه. مرحبا بكم أيها الأحبة في الله مع حديث رسول الله، مع المصطفى، على مائدة رسول الله، أفضل وأشرف وأعظم. يا أحباب إخواني في الله، ميراث ترك من موروث، ألا وهو ميراث النبي محمد. أفضل ميراث عرف في تاريخ الإنسانية هو ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ما ترك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إلا الخير ورب الكعبة. أحبابي، المال ينفد والعقارات تنهدم وكل ذلك يزول، وليس هناك باقي إلا الله وما اتصل به من أعمال صالحة. هل صلينا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مرحبا بكم، ونبدأ كما اعتدنا في كل لقاء بقول النبي محمد. كم واحد صلى على رسول الله؟ يبقى كل صلى على النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. اللهم اجعلنا دائما وابدا يا رب، يا رب اجعلنا ارباب مساجد وتربيه مساجد. هؤلاء اعلى الناس يا احباب اخواني. من المساجد تخرج اسامه، من المساجد تربى يا احباب اخواني في الله اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين ملأوا الدنيا عدلا ورحمه يا احباب اخواني، ملأوا الدنيا احباب اخواني في الله ايمانا وتقوى وبر. ايها الاحبه في الله، قال رسول الله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم، اسمع حبيبي، إلا ونزلت عليهم السكينة. اللي عنده قلق أكثر من ذكر الله ومن المجالس التي يذكر فيها الله. والله العظيم يا أحباب إخواني، هذا الحديث يهدم يا أحباب إخواني في الله الطب النفسي هدمة، والله يهدمه هدما يا أحباب إخواني في الله. هذا الحديث: إلا ونزلت عليهم السكينة، الراحة، الاطمئنان، عدم القلق، عدم الخوف. هو أنت لما بتروح للطبيب نفسي بتعمل إيه؟ بتحكي له وتقول له ظروف الأحوال وكذا 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 وكذا، وتقول له بعده يقول لك لا ما تخافش وما تعلقش وإن شاء الله خير ومش عارف إيه وكلام، يقول لك طب خد ده المهدئ ده، هدي أعصابك، صليت مع رسول الله. لأجل ذلك القرآن 99% من في القرآن الكريم: إذا أراد الله أن يكافئ أولياءه قال لهم: ألا إن أولياء الله، ها؟ فيش خوف، فيش قلق، أدخل في معيتهم، أدخل مع هؤلاء. دايما في القرآن الكريم، حتى لما أراد أن يطمئن النبي، بما طمأن النبي؟ قال له يا أحبابي: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، إيه؟ المفروض يا أحبابي إخوان في الله، إيه يا أحبابي إخوان في الله؟ لا تقلق، ما فيش، متخافش فيما، لا لا لا، شوف عظمة القرآن. يقول لصاحبه: لا تحزن. ليه؟ إن الله معنا. فكيف يحزن من معه الله؟ كيف يكرب من معه الله؟ كيف يصاب بهم أو غم أو ضيق أو كذا مع الله؟ العيب فيك يا أخي، العيب عيب في أنا أحبابي وفينا يا أحبابي إخواني في الله. العيب في جهاز الاستقبال، أما الإرسال شغال لا ينقطع أبداً. هل صليتم على سيدنا رسول الله أحبابي؟ إلا ونزلت عليهم الإيه؟ اسمع يا أخي، إلى السكينة، السكينة على اطمئنان، شراح. حتى ربي لما أراد أن يمدح النبي وأن يظهر لنا من كرمات الله ومن منن الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بماذا قال له؟ قال له: ألم نشرح لك يا أخي، احنا شرحنا لك، صليتم على رسول الله، ألم نشرح لك
صدرك، صليتم على رسول الله، اللهم اشرح صدورنا في هذه الليلة يا رب العالمين، ويسر أمورنا يا رب العالمين. اسمع يا أخي، إلا نزلت عليهم السكينة، اثنين غشيتهم الرحمة، برضك رحمة، سكينة واطمئنان، صليتم على رسول الله، وحفتهم الملائكة، والملائكة لا تنزل إلا بالبركة والخير والرحمة، صليتم على رسول الله. رقم أربعة زي الجماعة البحار وما بيقولوا، اوعى والشك، بس مش عارف ازاي دي، يعني أول مرة أسمع اللفظة دي لما جيت مصر، اوعى والشك، فعملت كده بوشي، صليتم على رسول الله، ايه اوعى والشك دي ما أعرف، صليتم على رسول الله، يعني الأمر كبير جدا، الأمر مهم، صح يا باب إخواني؟ صح يا بحار والكلام ده يا حبايب إخواني؟ صعيد ما بيقولش كده، صليتم على النبي محمد، اسمع، نعم، اوعى يعني أجرها لا يحاكى ولا يضاهى ولا يماثل أبدا بأي أجر إلا وذكرهم الله. يا أخي واخد بالك؟ والله العظيم في هذا الحديث في كل أول طلعة درس لابد أن أتكلم به، صح ولا غلط؟ لازم، ولن أمل منه إلى أن نلقى النبي ونسمع من النبي. قولوا أمين يا رب. يا رب نسمع الحديث ده من النبي محمد يا رب. رسول الله في حديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر على ما أعتقد، يا رسول الله سمعهن أنت يا رسول الله يا رب العالمين، إن شاء الله نسمع من النبي إن شاء الله. صليتم على سيدنا رسولنا، نعم. يبقى هذه الأمور عشان تسمع بس، صليتم على رسول الله. الليلة أحبابي كما اعتدنا في كل يوم أو في كل ليلة خميس، صليتم على رسول الله، نعيش مع رجل من الرجال الذين رباهم النبي محمد، أفضل من ربى هو النبي، وأفضل تربية تربية النبي محمد. اللهم ربي لنا أنفسنا يا رب، ولبي لنا أولادنا يا رب، اللهم ربيهم لنا يا رب العالمين. اللهم إننا لا نحسن التربية، اللهم إننا لا نحسن التربية ولا نحسن أن نربي أنفسنا، فاللهم ربنا وربي لنا أولادنا يا رب. كان الفضيل بن عياض من أجمل ما كان يدعو به لولده، من أجمل ما كان يدعو به لولده. وإحنا لنا مقطع كده ولنا محاضرة أو مداخلة في المحاضرة، ونحن نقول أن صلاح يا أحباب إخواني في الله، صلاح الأبناء بصلاح آبائهم، أما الغلام فكان، وأما الجدار فكان، هي كده الشغلانة، صح ولا غلط؟ أما الغلام فكان أبواه إيه؟ مؤمنين، صح ولا غلط؟ طيب وبعدين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، حفظنا الولد في موت الولد وفي القصاص وفي قتل الولد حياة. قد أعجبني من قال بأن هذه أو هذه القصص الثلاثة المتوالية في سورة الكهف يا أحباب إخواني في الله، الأولى أحباب إخواني في الله في الإفساد إصلاح، وفي الهدم بناء، وفي الموت حياة، في الثلاث قصص، صح ولا غلط؟ طب نقولهم بالراحة عشان ما تفكرش. أما لما سأله عن خرق السفينة، خرق السفينة ده إفساد ولا إصلاح؟ بس لما خرقها؟ ليصلح. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أفسدها، أفسدها يعني أفسدها، فأردت أن أعيبها. ليه؟ وكان وراءهم، يبقى فيها صلاح ولا فيهاش؟ فيها صلاح. صليتم على سيدنا رسول الله، مش محمد صلاح، صليتم على رسول، فيها صلاح، صليتم على سيدنا رسول الله. طيب أحبابي إخواني في الله، وفي القتل، وأما الغلام فكان أبواه، قتلنا الأب، قتلنا الابن ليحيى ويحافظ على من؟ على الوالدين، ففي القتل حياة، صليتم على رسول الله، وفي الهدم، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، صليتم على، يا رب اجمعنا مع النبي محمد يا رب العالمين. القرآن ما زال بكرا، القرآن ما زال بكرا يا أحبابي، وما يعلم تأويله إلا. طب والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ الراسخون، الراسخون يعني الراسخ، راسخ الثابت الذي ثبته الله بالقول الثابت. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اللهم ارزقنا العلم يا رب، وعلمنا ما ينفعنا يا رب، وارزقنا بجودك وكرمك، وزدنا علما يا رب العالمين. جميل أحبابي إخواني في الله، مع رجل من الرجال الذين رباهم النبي محمد، وقلنا أن خير من ربه هو النبي محمد، وأفضل تربية تربية النبي محمد، وأفضل منهج وضع للتربية هو منهج النبي محمد.
منهج لا يأتي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي هو القرآن الكريم. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي وإخواني في الله، نعم، مع هذا الرجل قبل أن ننسى كان الفضيل بن عياض كان يدعو لولده بما كان يدعو، دعوة غريبة جميلة ممتازة، ما أحلاها أحباب إخوان. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم، على رسول الله كان يصرخ في الأسحار آخر الليل ويقول: اللهم إني اجتهدت في تربية ولدي فقد لا أنجح فيها، فاللهم أنت ربي لي ولدي يا رب. بقول له ربي لي ولدي، بالله عليك أنت مشغول بابنك؟ مشغول بي؟ مشغول بابنك فعلا ولا مش مشغول؟ طب كم مرة بتدعي له في اليوم؟ طب ما تتحين وتنتهز فرص الموطن، موطن قبول الدعاء. الثلث الأخير يا باشا يا معلم، الثلث الأخير من الليل ملك الملوك سبحانك، ما أعرفش أقولها يعني، خفت لحسن وقع في لفظة لا تليق بالله. ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، مش ملائكة ترفع له، والله لا يحتاج إلى رفع ولا خفض ولا يحتاج إلى قرب ولا بعد. صليتم على رسول الله، ينزل في الثلث الأخير من الليل وذاك في كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ حد عايز حاجة؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى شروق الشمس أو إلى خروج الفجر أو كما قال النبي محمد. بطلنا الذي بدأنا معه فيه وعاش معنا وعشنا معه أمين هذه الأمة، ألقاب غريبة جدا يا أخي، وخاصة أنهم قد حصلوا عليها من رجل لا يتكلم عن هوى، إنما حصلوا على تلك الشهادات من فيه رسول الله مباشر. وما دام أن النبي قد شهد إذن فالله قد شهد، صح ولا غلط؟ خلاص المدح بتاعنا لو أنت ده ما يسئمي، المدح بتاعنا بعضنا لبعض هذا لا يقدم ولا يؤخر الذم ولا المدح. أو والله، ويا أخي إن أردت أن تبحث وأن تجمع وأن تعيش على أمل أن يرضى الناس عنك فأنت عشت على سراب، لأن رضا الناس أمنية لن تدرك. أنا بجبتها بأداة النفي التي ليس لها حل، لن تدرك. أن يرضى عنك الناس أمنية وأمر ما تحقق حتى لله، صح ولا غلط؟ مش فيهم واحد كافر فيهم واحد مؤمن؟ هو الكافر ده بيقول ايه؟ انا مش معترف، مش معترف بالذي خلقه، وانت زعلان عشان فلان زمك ولا فلان قال عليك كلمتين، ولا انا وانا طول عمري وانا خدام. طب انت قاعد خدام، انت طب واحد خدام نعمل لك ايه؟ عش خادم له، تعيش سيدا بين الناس. اختر خادم واحد تعيش له الا وهو الله. صليتم على سيدنا رسول الله. أبو عبيدة بن الجراح، وقلت لكم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: إن لكل أمة أمين. أول مرة أعرف الحديث على إشماله يعني، أقرأه وأستمتع به ويصلي ويا رب أقدر أوصله لكم زي المرة اللي فاتت. شوف النبي بيقول إيه أحبابي إخواني في الله: إن لكل أمة أمين. كل ده عارف كده. وإن كلام النبي اللي جاي ده: وإن أميننا أيتها الأمة. كلمة النبي دي أيتها الأمة مين يا أحباب إخواني في الله؟ أبو عبيدة بن الجراح. هذا البيان صدر من من؟ من رسول الله. والله العظيم حتسمع الآن بين ثنايا الدرس يا أحبابي وثنايا الكلام يا أحباب إخواني أمور غريبة جدا يا جماعة. لما نتكلم عن سيدنا عمر يا أحباب إخواني في الله كاد القلب أن يتوقف.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صليتم على سيدنا رسول الله؟ روح كده هقرب صوته. صليتم على سيدنا النبي؟ صليت على النبي ده؟ يبقى إن شاء الله بأمر الله هتروح تلقى الصوت طيب، مش هبعد عن الصوت. جميل يا أحبابي إخواني في الله، إحنا كنا هنقول يا أحبابي السيدات يخشوا في أي موضوع إنا لله وإنا راجعون. ها؟ أحسن ناس في البلد السيدات، كلوا عيش. صليتم على النبي؟ كنا هنقول إيه؟ سيدنا لما نتكلم عن سيدنا عمر الجبل الأشم الذي قال فيه النبي محمد لو كان نبيا بعدي لكان عمر، صح يا إخواني؟ أول من يكسى بحلة من أمة النبي عمر، كلام النبي محمد يا أحباب إخوانا في الله. عمر عمر عمر، عارف عمر حيشهد الآن في لما يجي موطن، بس عايز أنا أحمسك كده يعني وشد انتباهك أن عمر بن الخطاب قال في حق أبي عبيدة بن الجراح: إهن يا ابن إهن يا أبا عبيدة، اسمع، كلنا تغيرنا إلا أنت يا أبا عبيدة. ده مين بيقول كده؟ عمر بيقول لأبو عبيدة: يا أبا عبيدة كلنا غيرتنا الدنيا أبا عبيدة إلا أنت. يا نهار أبيض يا رب، تغيرت يا سيدنا عمر. بس اللهم اجمعنا مع سيدنا رسول الله وحزب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عنه وعن سيرته وعن إسلامه وعن قتله لأبيه. أبو عبيدة قتل أبوه لأجل الله، وأنا عايزك الليلة دي تقتل، أوعى تروح واخدها وتروح نشرها ويجيبونا كده وتصور، مش ناقصة. اسمع، تقتل هواك الذي حال بينك وبين صلاة الفجر. عايزك تلعب، اسمع ايه دي، أثقال، اسمع ايه، رفع الأثقال، رفع الأثقال، بس انت تلعبها مع البطانية، ارفعها كده واحد وتحرك من تحتها واجري وتوضى وانزل مع الرجالة، خليك راجل وانزل مع الرجال. أيوة، صليتم على النبي محمد يا أحباب إخوان؟ عايزك تلعب أثقال مع البطانية ومع اللحاف، وانزل يا راجل. طب ما نزلتش، يبقى ما تسألش على الهم يا أخي. يا أخي تعبتنا معاك يا أخي، تقول عندي مشاكل وعندك، ورب البرايا ما من إنسان تكثر عنده المشاكل ثم تجالس تقول له أخبار صلاة الفجر. بصراحة شيخنا مقصر. طب في الصلاة يقول والله بصراحة مقصر. طب ومراتك مقصرة والأولاد مقصرين. طب وبعدين ما سمعش مثلا الآية دي التي كررناها، مش أنا، كررت آلاف ملايين المرات في مساجد ربي على أرض ربي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أبو عبيدة ابن الجراح تكلمنا معه وعشنا معه وعاش فينا وعشنا فيه في سيرته الأسبوع الماضي، حتى وصل بنا إلى جهاد أبي هريرة، جهاد أبي عبيدة. أبو عبيدة من الطراز الفريد، ما يقرب من ثلث الكرة الأرضية فتحت على يد أبي عبيدة. شايف الرجل ده؟ أبو عبيدة استخدمه النبي، صليت على رسول الله، واستخدمه سيدنا أبو بكر، واستخدمه سيدنا عمر في الفتوحات، ومع ذلك لم يقتل شهيدا. شفت الفتوحات دي كلها؟ يبقى برضك الشهادة برضك اختيار، ولكن من الذي يختار؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال ربنا جل وعلا أحباب إخواني في الله في سورة آل عمران، أحباب إخواني في الله، قال مولانا تبارك اسمه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وبعدين صليتم على رسول الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. اللهم اجعلنا ممن اتخذتهم شهداء في سبيلك يا رب العالمين. أبو عبيدة بن الجراح نتكلم عن شيء
عن جهاده رضي الله عنه وارضاه. أبو عبيدة رضي الله عنه وارضاه مغازي كثيرة جدا. توقفنا عند غزوة غريبة تسمى بغزوة أو أحباب إخواني في الله سرية تسمى بسرية سيف البحر. ما في الصوت خالص. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا عبد الله قول للسيدات تعالوا انزلوا هنا. أخويا إبراهيم شوف الزرار ده كده اعمل شمال ويمين كده اعمله مرتين واعمله كده اعملها دي. أخويا مصطفى شد الستارة دي صليت مع رسول الله. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه بعثه النبي محمد في سرية تسمى بسرية سيف البحر. سيف البحر يعني على شاطئ البحر. صليت مع رسول الله. كيف خرجوا؟ عايزك تعيش الغزوة مش تعيش عشان قتال وسيوف واضرب والدين ويجري لا 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 لا. شوف معادن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. شوف معدن الصحابة أرسلهم النبي محمد. يقول أبو عبيدة طب لما يرسلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش المفروض يا أحباب إخواني فلا وراهم قافلة من الطعام والشراب عشان يأكلوا ويشربوا؟ يقول أبو عبيدة والله ما خرجنا إلا ومعنا يا أحباب إخواني في الله قليل من تمر، حفنة من تمر، قليل جراب فيه تمر. ركز أبو شاكر صليتم على سيدنا رسول الله أحباب إخواني. يقول لك جراب من تمر. الجراب ده كام يعني؟ هو التليس مثلا؟ لا والله كيس بسيط جدا من يصنع من القماش يوجد فيه تمر. كم يوم أخذوا؟ أكثر من 20 يوم وربما تجاوزوا الشهر. طب ماذا صنعوا وهم في السرية وهم في الغزوة أو في المأمورية بتاعتهم؟ قال أبو عبيدة بدأنا نقسم التمر الواحدة الواحدة على الرجل فكان الواحد منا يقتاد بتمرة. يعني يقتاد بتمرة؟ إيه يقتاد؟ يعني ياخذ تمره في اليوم يعيش عليها اليوم كله. طب يعمل بها ايه دي؟ واخد بالك ابو شاكر؟ شفت انت التمر احنا في رمضان بنعمل ايه؟ يا نهار ابيض ده الواحد ساعات بيعدي اكتر من نص كيلو وممكن كيلو. ابو شاكر بيقول كيلو وصليته مع رسول. اي والله. طب والله العظيم أنا رأيت رجل وضعنا صينية كبيرة جدا غير المسجد ده والله قاعد يعمل كده والله ما عنده نفس. قلت ده لو كان مع سيدنا أبو عبيدة كان عمل إيه؟ جوعتونا وبهدلتونا كان عمل معنا مشاكل. أبو عبيدة بيقول يا أحبابي أنه كان الرجل يقتاد بتمرة. يا الله بتمرة ورايح يقاتل أحبابي إخواني في الله. يا ليت التمر استمر كما لا لا التمر كمان ما استمرش نفذ التمر. ونحن على شاطئ البحر سيف البحر يقول راوي الحديث فإذا بربي يخرج لنا دابة من البحر كل ما يدب فتطلق عليه دابة حتى أنا وأنت. صليتم على رسول الله؟ مش الدابة تروح تدخلها على أبو 4 رجلين صليتم على رسول الله؟ لا. للدليل على ذا قربي وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سورة هود صليتم على سيدنا النبي محمد؟ نعم. فيقول أبو عبيدة فنفد الطعام فأخرج الله لنا دابة. في رواية فأخرج الله لنا حوت فمكثنا نأكل منه أكثر من 20 يوم. شوف اللفظة اللي جاية دي. قال حتى سمنا. عندنا بأصبح لنا إيه؟ تفكدة ولحم شليتم على. شوف كلمتين أصبحت عندنا سمنة. عايزين نعمل رجيم. صليتم على رسول الله؟ آه والله. بيقول إحنا 20 يوم سمك بالليل سمك الظهر سمك عصر مغرب يلا اشوي حمر اسلق. اللهم اجمعنا مع السمك. صليت جميل. فيقول فأكلنا بس احنا أكلنا من الحوت ده اللي خرج
20 يوم ما انتهى، ثم عدنا خلاص وخلصت القضية وعدنا إلى رسول الله، فإحنا قلقانين قلنا له يا رسول الله حصل كذا وأخرج الله لنا ذابا، صليتم على سيدنا رسول الله؟ فقال لهم النبي محمد: هذا رزق رزقكم الله إياه، ده رزق ساقه الله عليكم. هذا الأمر الأول. موقف آخر لأبي عبيدة بن الجراح، وشهادة أخرى من رسول الله لأبي عبيدة حينما جاء وفد نجران، أي نصارى نجران، جاءوا إلى رسول الله في مدينة رسول الله ودخلوا مسجد النبي محمد، سمح لهم النبي يدخلوا ليه؟ هذا هو ديننا، هذا هو معتقدنا، هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سمح لهم بأن يدخلوا فين؟ المسجد الحرام، المسجد النبوي في المدينة. جميل أحبابي إخواني في الله. فتكلم معهم النبي محمد وعرض عليهم الإسلام فأبوا، فسألوا النبي محمد سؤال، اسمع، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما تقول في عيسى ابن مريم؟ تقول في سيدنا عيسى؟ فسكت النبي محمد وظل يوما كاملا النبي لم يجب. لنتعلم الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا سكت النبي؟ قد لا يكون قد نزل عليه من الوحي آنذاك أو وحي قد تكلم عن سيدنا عيسى، فيش وحي. فسكت النبي محمد، ثم في الصباح جاء إليهم: يبا إذن أين باتوا؟ يبا ما فيش مكان غير الماء، وفي فنادق على ما أعتقد، يعني ربما يكون نزلوا عند بعض الصحابة لكن ما ذكروا لنا. ولكن في الصباح جاء إليهم النبي محمد، قال: سألتموني عن عيسى بن مريم؟ قالوا: نعم سألناك ولم تجب. قال: الآن أجب. قالوا: قل. قال: أقول لكم بقول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أنتم مستغربين بأن عيسى عليه السلام قد وجد من أم؟ ليس هذا استغراب، بجوار أن هناك من خلق الله ومن البشر قد خلق وليس له أب ولا أم. إن قلتم كيف كان عيسى من أم فقط؟ قلنا لكم: أخبروننا أولا، أتعترفون بآدم؟ قالوا: نعم نعترف. قولوا لنا من أبو آدم؟ من أبوه؟ طب من أمه؟ معي أبو شاكر؟ بل كما يقال أن بعيسى قد اكتمل الخلق، وهم على أربعة أصناف: صنف قد وجد بلا أب ولا أم، وصنف قد وجد من أم قياسي فقط يعني ليس حقيقة أحبابي إخواني في الله، وهي حواء خرجت من إيه؟ من ضلع آدم. وثالث قد وجد من إيه أحبابي إخواني؟ من أم دون أب، حواء من أب دون أم، وعيسى من أم دون أب، وأنا وأنت من أب وأم، صليتم على رسول الله، فاكتمل الخلق. جميل أحبابي. ثم قال لهم: مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ما رأيكم؟ قالوا: لا نعترف ولن نؤمن. قال: إذن أعرض عليكم أمر آخر إن أبيتم. قالوا: وما هو؟ قال: المباهلة. المباهلة، ما هي المباهلة؟ هي التي جاءت في الآية التي بعدها: فإن تولوا، صليتم على رسول الله، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على، يا إما اللعنة تنزل علي أنا أو تنزل عليكم أنتم. كنت أنا كاذب، صلوات الله على سيدنا رسول الله، وحاشا لرسول الله أن يكذب، تنزل علينا اللعنة.
طب ولو كنت، ولو كنتم أنتم كذبة تنزل اللعنة عليكم. فهمس بعضهم إلى بعض وخلى بعضهم ببعض قالوا ويحكم، ويحكم إن وافقتم فوالله، برضك على الإصرار بتاعهم، لو كان هو النبي المنتظر لن يبقى منكم لا شح لا شعر ولا لحم ولا ظفر، لا أنتم ولا أولادكم من بعدكم. صليتم مع رسول الله؟ تركهم النبي عشان يتشاوروا، قالوا لا، أما المباهلة برضك احنا مش هنخش في الموضوع يا عمي بسيطة. صليتم مع رسول الله؟ زي واحد مثلا بيحب واحد، يا عمي غلط، يا عم يا عمي انت بتحب الممثل الفلاني ولا الشخصية الفلانية ولا الحاجة الفلانية؟ ركز ابو شاكر. طب روح يا اخي ربنا يحشرك معه. ليه يا اخي؟ استغفر الله يا عم، انت مش بتحبه؟ انا دعيت عليك يا عم، انا شتمتك، صح ابو شاكر؟ انا بقول لك يا اخي ان شاء الله يحشرك ربنا معاه يا اخي، دي سب ده. فهو بيقول لهم كده النبي محمد، بيقول لهم يا جماعه لو انا كذب يبقى ايه؟ تنزل عليه اللعنة. طب لو انتم كذبه؟ قالوا لا. قالوا رضينا بان يكون الصلح، اعمل لنا انت ايه الامر الثالث. قال لهم النبي الجزيه، خلاص خليكم في المدينه وعيشوا معانا وتدفعوا الجزيه. احبابي اخواني في الله، في بحث لاحد النصارى كاتب بحث عن الجزيه، متعه معناه غير مسلم من المنصفين، عارف معنى الجزية بالصعيد الشحط مح؟ هو بدل الجندية، بدل الايه؟ الجندية. أيهما يكون أعدل؟ لو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو محتاج يحتاج إلى عدد ويحتاج إلى رجال ويحتاج إلى مقاتلين في غزوة بدر أو في أحد أو كذا، يأتي إلى من؟ هو غير مسلم، يأتي إليه يقول له تعالى أنت مش عايش معنا في المدينة؟ آه اطلع معنا قاتل. والنبي يعلم علم اليقين أنه من قتل على غير ملة الإسلام فهو في النار. طب يضحك عليه النبي يقول له كلنا شهداء زي بعض، ولا يقول له ممكن أنت ما تروحش وتدفع بدل الجندية؟ الإسلام كله عدل. جميل يا أحباب إخواني، يا رب اجمعنا مع سيدنا رسول الله. فقالوا رضينا، ففرض عليهم أو كانت الجزية عليهم 2000 حلة، 2000 حلة، حلة يعني ثوب، ومع كل حلة أوقية من ذهب. قالوا رضينا، شيء حاجات بسيطة. جميل أحبابي، قالوا له، ده كلهم قاعدين في مسجد رسول الله، قالوا له يا محمد أرسل معنا رجلا أمينا ولا ترسل معنا إلا أمين. ترسل معنا إيه؟ أرسل معنا رجلا أمين، بس بشرط الرجل ده ما يكونش غير إيه؟ أمين. فقال له النبي محمد سوف أبعث معكم أمين حق الأمين. شوف كلمة النبي محمد إيه؟ أمين، أمين يعني 100%. فما من صحابي إلا وهو متطلع ومتشوق أن يكون الاختيار عليه هو ليأخذ شهادة مين؟ سيدنا النبي. فقال النبي في الصباح أين أبا عبيدة؟ قال له أنا هو. قال أخرج معهم فأنت أمين هذه الأمة. صليتم على سيدنا رسول الله. أبو عبيدة بن الجراح، فتحت الشام وما حولها وكان هو قائد. صليتم على رسول الله. له عدة غزوات معروفة، اللازقية وفح، أحباب إخواني في الله، ولكن أريد أن أؤكد على غزوة، عفوا، وفتح مبين
كان على يد أبي عبيدة بن الجراح في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ألا وهو فتح ثالث الحرمين، ثاني الحرمين والثالث. صلينا على سيدنا رسول الله، ألا وهو المسجد الأقصى الذي فتح في عهد، الله يرضى عنك جزاكم الله خير، شكرا، الذي فتح في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وكانت القيادة العامة في يد أبي عبيدة بن الجراح. فتح أبو عبيدة ما حول فلسطين، أسأل الله أن يكتب لنا صلاة قريبا في المسجد الأقصى يا رب العالمين، عاجلا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من رجالاته يا رب العالمين يا رب. جميل أحبابي، وصل أبو عبيدة بعد أن استطاع أن يقضي على ما حول المسجد الأقصى من بلاد وقرى وغير ذلك، يعني يفتحها بفضل الله، يفتحها حتى وصل إلى إيليا اللي هي فلسطين. صليت مع رسول الله، التي فيها بيت المقدس والتي فيها المسجد الأقصى. بيت المقدس هو المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو بيت المقدس، والثانية الحرمين هو المسجد الأقصى وهو بيت المقدس. صليتم على سيدنا رسول الله. طيب، لما وصل إلى هناك خرج البطارقة والقساوسة الذين كانوا آنذاك يملكون زمام بيت المقدس والمسجد الأقصى، خرجوا إلى قائد الجيوش اللي هو مين؟ أبو عبيدة بن الجراح، فقالوا له: يا أبا عبيدة، صالحنا على ما صالحتم عليه غيرنا، ندفعنا اللي الناس بتدفعه خلاص. قال له: ماشي. قالوا: ولكن نريد أن يقيم الصلح عمر بن الخطاب. وفي رواية قالوا: إن الذي يستلم مفاتيح بيت المقدس هو رجل قد وصف عندنا بأنه قرن من حديد، بمعنى أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يظلم عنده أحد، يأتي وله ثوب مرقعة، يأتي وقد تلطخت يا أحبابي إخواني في الله قدماه بالوحي. فوصفوا صفات أبو عبيدة، لما سمعها بكى فقال: هو. قالوا: من؟ قالوا: أمير المؤمنين. فأرسل إلى عمر بن الخطاب وحكى له الحكاية وقص عليه الرواية أن تعال استلم مفاتيح المسجد الأقصى. اللهم اجعلنا من شهداء هذه اللحظة يا رب العالمين. جميل أحباب إخواني في الله، وبالفعل استشار عمر بن الخطاب الصحابة وقال لهم: ما رأيكم؟ فبعض من الصحابة قالوا: لا تذهب يا أمير المؤمنين، واجعل أبا عبيدة يدخلها. والبعض الآخر بقيادة سيدنا علي قال: لا يا أمير المؤمنين، أرفق بالجند وأرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلم أفضل، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. قال: إذن عزمت بفضل الله. كيف يخرج عمر؟ خرج وهو ومعه غلام له، ألا وهو اسمه ميسرة على ما أعتقد. فخرج هو وغلام فقط، ما أخذ كتيبة من الصحابة، ما عدت له يا أحباب إخواني في الله المواكب وغير ذلك، أو الأحصنة وغير ذلك، والخيل قدامه أبدا. فخرج سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على بعير ليس عليها إلا قطعة من قطيفة، قطعة قطيفة كده وضعينها على الإيه؟ على الجمل أو على الناقة. جميل أحبابي، هو ومن؟ هو وغلام له. وبالفعل خرج، بمجرد أن خرجوا من عمران المدينة قال عمر بن الخطاب لميسرة: يا غلام، يا بني، يا فلان، ماذا نفعل في الطريق؟ قال: ماذا نفعل يا أمير المؤمنين؟ الغلام مسكين كان في دماغه إنه هو إيه؟ سوف يسير على قدميه إلى، وده شرف لي إنه يسير مع مين؟ سيدنا عمر، وشرف لي أن يذكره التاريخ وأن تذكره الأمة، وحيستلم مفاتيح المسجد المقدس. صليتم على رسول الله؟ قال: يا غلام. قال: ما تأمر به يا أمير المؤمنين؟ قال: نشاطر الطريق، نشاطر الطريق، تركب أنت تارة
وتنزل وتقود الناقة، وأركب تركب أنت تارة وأنا أقود الناقة، ثم تنزل فأركب أنا وأنت تقود الناقة. وفي رواية: تركب أنت تارة وأنا أركب تارة والناقة تسير بدون حمل تارة. شغلية ده بالله عليكم، شغل عمر بن الخطاب. طيب والوقت هيتحسب ازاي ان شاء الله؟ ما ممكن واحد يركب وينعس فوق بقى، ينزل ياخد لي يومين وهو نايم فوق. انزل يا ابن الله يرضى عنك، ده الواحد ساعات يعملها مع ابوه ممكن. اعمل نفسك ميت، صليت رسول مرار طافح، صليت مع رسول الله ممكن تاخد دقيقتين ثلاثه وانت تنادي على ابنك: يا ابني يا ابني يا ابني. لك ابدا يا ابو، والله لسه كنت نايم. الله يهديك علينا يا ابني. صليت مع رسول الله؟ نعم. قالوا: التوقيت. صليت مع رسول الله؟ الساعة بتاعت التوقيت دي بيسموها ايوه، واحد سمعت واحد قال بوتش كده والكوتش، ايوه هي دي سواتش كده بتاعتي. خلاص ايه يا عم هنحسبها ازاي؟ قال عمر: يا بني، تركب أنت على الناقة فتقرأ سورة ياسين ثم تنزل، ثم أركب أنا فأقرأ سورة البقرة. أبدا. كم سورة ياسين؟ كم؟ 82 83 واحد. عايز أقول حاجة أخوي؟ شيخ قول، تخافش. أيوة أنت، أيوة أنا شيخ. أيوة أخوي، كام؟ مش قول أي حاجة، يبقى كلامك صح. صليت مع رسول الله 83 آية. ده هو الحساب التوقيتي الطايم بتاع عمر بن الخطاب، 83 آية تروح نازل. طب بالله عليكم، نعم فازوا بالرضوان قبل أن يموتوا رضوان الله عليهم، هكذا عاش. اركب انزل انزل اركب انزل اركب، خلاص دخلنا على مشارف فلسطين، خلاص داخلين. يا ده طالعة القوم هو الذي يركب على الناقة. إذا كان الغلام يصيح بسيدنا عمر: يا أمير المؤمنين أنا شايفهم هم. طب خلاص انزل يلا ونفق جلبيتك يا عمر واركب انت. أبدا، لا، اللي جاي عليه الدور هيدخل وهو راكب، واللي جاي عليه الدور إنه يمشي برضك هيمشي. فيقدر ملك الملوك أن يكون الذي يقود الناقة عمر والذي يركب غلام عمر. وعايزك تتخيل سيدنا عمر وهو ماشي كده، والثاني يرتل: ياسين والقرآن الحكيم. يا الشغل ده الناس، هكذا فتح القرآن، فتح بيت المقدس، هكذا فتح. نعم. وفي رواية أنهم خاضوا في مخاضة من طين، وعمر كمان اللي خاض فيها، فوضع نعله تحت إبطه. تخيل كده وضع أكرمكم الله الحذاء بتاعه زي كده سيدنا عمر وماسك باليد الثانية، وتلوث الثوب كمان بالمخاضة، والثوب مرقع. فأول من لمحه كما قيل أبو عبيدة بن الجراح، وكان سيدنا عمر يحب أبا عبيدة حبا لا يعرف له مثيل في الحب في تاريخ الإنسانية، في الحب في الله. فلما رأى أبو عبيدة سيدنا عمر وقد دخل على تلك الهيئة، أخذ يجري بأقصى من عنده أقصى ما عنده من عنده من قوة ليلتقي بحبيبه عمر. ملينا شهور ما شفتوش، وعمر ترك زمام الناقة ليجري ليلتقي بحبيبه. قيل أن أبا عبيدة هم بأن يقبل يد عمر، وعمر هم بأن يقبل قدم أبي عبيدة. عمر يريد أن ينزل ليقبل فيدفعه أبو عبيدة، وأبو عبيدة يريد أن يقبل يد عمر، وعمر ينزع يده. ليه عمر يقبل؟ لأنه سمع النبي قديما قوله صلى الله عليه وسلم:
لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. الأقدام اللي اتغبرت في سبيل الله دي ما تدخلش النار، فحق لها أن تقبل. جميل أحبابي إخواني في الله. ثم التزم كل منهم أخاه وبدأ البكاء بصوت مرتفع. جميل أحبابي إخواني في الله. وعانق أبو عبيدة عمر بن الخطاب، وعمر يقبل في الرأس وبين العينين وعلى الوجه وعلى الرأس وعلى في كل مكان، مشهد ما عرف له في تاريخ الإنسانية أحبابي إخواني في الله. ثم قال عمر لأبي عبيدة: يا أخي يا أبا عبيدة، تعالى حتى لا يرانا أحد نتذكر أيام رسول الله، تعالى ذكرني وذكرك بالنبي. يعني كان بيقول له يا ليت هذا المشهد رآه من؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبكى لدن. ثم بعد أن انتهى كل منهما مما أراد أن يقول لأخيه، قال أبو عبيدة لسيدنا عمر الكلام المشهور: يا أمير المؤمنين، لماذا لم تأتي بفلان وفلان 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 وتأتي وقد لبست كذا وكذا 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 وتوجت بكذا وكذا، هذا يوم أعز الله فيه الإسلام، ليه ما جيتش وانت عليك الأبهة كلها وانت أتيت بها كذا؟ فقال عمر وهو يبكي بعد أن لكم أبا عبيدة في صدره، قال: واهن. كلمة واهن يقولها العربي لما يكون الموضوع تفتت الكبد مش عارف يتكلم، زي انت بتقول يا نهار يا وتعمل الحركة دي، صليت عرس مش عارف تترجم للغضب البركان اللي داخلك. فقال عمر: واهن يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك لأوجعه عمر ضربا، والله ما كنت عسيبه النهاردة. يا أبا عبيدة، لقد كنا أزلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أزلنا الله. جميل أحبابي إخواني في الله، قصة مشهورة. ودخل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه واستلم المفاتيح. لما رأى القساوسة عمر لأول مرة والبطاريقة قالوا: والله إنه لهو الموصوف عندنا في التوراة والإنجيل، عمر بن الخطاب. فتحها عمر، ثم نادى عمر على بلال ابن براح ابن رباح، فقال: أين بلال ابن رباح؟ فينه فينه؟ قالوا: في مؤخرة الجيش، آخر الجيش. قالوا: نادوا عليه. فجاء بلال ووقف بين يدي عمر، فعانقه عمر وقبل رأسه. عمر هو اللي بيقبل، بياخد الناس دي بالأحضان، قبله وعانقه. قال: يا بلال، لي طلب عندك، لي طلب مش أمر، لأنه لو كان أمر لقال إيه؟ قال: سمعت. إنما قال: لي رجاء عندك. قال: ما؟ قال له: ذكرنا بأيام رسول الله. فبكى بلال. قال: أتريد مني أن أؤذن يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. فبكى وجس على ركبتيه. قال: ولكني أخذت عهدا ألا أؤذن لأحد بعد رسول الله. فأخذ عمر يترجاه ويقول له: يا بلال، هذا يوم أعز الله فيه الإسلام، فذكرنا برسول الله، ذكرنا يا بلال. فصعد بلال على ربوة عالية وصدع بالآذان: الله أكبر. فبدأ الجيش يسكت بعضهم بعضا: اسكت، أنا سمع أذان، بس الأذان ده مختلف، ده الأذان بتاع المدينة، ده صليتم على رسول الله، هذا الأذان إذا أذان من؟ بلال. فأحباب إخواني في الله، فبدأ النحيب والبكاء من كل مكان يا أحباب إخواني في الله، حتى أن مؤخرة الجيش لما وصل إليهم آذان بلال، ظن بعضهم بأن النبي محمد قد بعث من جديد، يعني حيتان النبي، لأن بلال ماذا؟ يؤذن يا أحباب إخواني في الله. فلما وصل بلال: أشهد أن محمد رسول الله،
بكى وتوقف ثم جسى على ركبتيه رضي الله عنه وأرضاه، ما استطاع أن يكمل الآذان إلا بصوت نحيب يا أحبابي لا يكاد أن تفهم منه مفردات الآذان بلال رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن الذي أتم الله على يده فتح المسجد الأقصى هو سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة بن الجراح في الإنفاق في سبيل الله أرسل إليه عمر بن الخطاب ب400 دينار، والدينار من الإيه؟ و4000 درهم. ثم قال لغلامه: يا غلام انظر ماذا سوف يصنع أبو عبيدة بالدنانير، شوف هيعمل إيه. قال للغلام سيدنا عمر: شوف هيعمل إيه بيهم. فلما جاءت الأموال نادى أبو عبيدة على جارية له: تعالي يا بنيتي اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 10 إلى فلان، وب50 إلى فلان، وب100 إلى فلان. يقول الغلام وهو يحكي لعمر: والله يا أمير المؤمنين ما خرجت من عنده حتى خرج من عنده آخر درهم وآخر دينار، وزعها كلها في سبيل الله رب العالمين. في نفس الحديث أن عمر أرسل كذلك لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فصنع معاذ إلى مثل ما صنع من؟ أبو عبيدة. حتى رأت زوجة معاذ وهو بيوزع في المال خرجت إليه وقالت: يرحمك الله يرحمك الله، بتقول لمين؟ لجوزها اللي هو سيدنا معاذ: يرحمك الله يا ابن جبل، نحن فقراء، نحن يا نهار أبيض يا أولاد، اعطينا يرحمك الله، أبقي لنا شيئا. فنظر سيدنا معاذ فلم يجد إلا أحباب إخواني في الله من درهمين تبقيا بعد أن أنفذ المال، خللهم درهمين أعطاهم لي مش عارف. فلما وصل الخبر إلى سيدنا عمر قال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. القرآن بيقول على سيدنا إبراهيم وسيدنا آل عمران وآل إبراهيم قال: ربي فيهم ذريتني يا أحبابي بعضهم من بعض. وهنا عمر يقول: إخوة بعضهم من بعض. يا أحبابي إخواني في الله، مرت الأيام وأبو عبيدة وهو في بلاد الشام يدب مرض خطير جدا يسمى بمرض الطاعون، فانتشر كانتشار النار في الهشيم. شوف الحيلة اللي جاية دي. سيدنا عمر كان يحب سيدنا أبو عبيدة ربما أشد من حبه لعينيه، فوصلت الأخبار إلى عمر بن الخطاب بأن المرض والطاعون في بلاد الشام وأبو عبيدة ما زال موجودا هناك. عمر فكر في حيلة عشان يرجع مين؟ أبو عبيدة. فأرسل إليه بكتاب قد كتب فيه إلى أبي عبيدة بن الجراح: اسمع، قد بدا لنا ظهر لنا أمرا جديدا، وأنت أهل مشورتي وأنت أهل خبرة، نريد منك أن تأتي إلينا لنستفتيك في بعض أمورنا. فالعجل العجلة. فلما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة بكى وقال: والله قد علمت حاجتك يا أمير المؤمنين، والله أنا عارفك أنت عايز إيه. ثم أرسل إليه بكتاب يقول له فيه: قد علمنا حاجتك يا أمير المؤمنين، أنا عارفك أنت عايز ترجعني ليه، خوفا علي من الإيه؟ من الطاعون. يا أمير المؤمنين، ما أنا إلا جندي من جنود الله، يجري علي ما يجري على من معي من إخواني الذين يقاتلون في سبيل الله، وما خرجنا إلا رغبة فيما عند الله، فإن أصابنا ما قدر الله فالحمد لله يا أمير المؤمنين. وصل له الكتاب فبكى عمر بن الخطاب، الأمر خطير جدا. وما هي إلا أيام معدودات، وعمر كان في السوق فلاحظ
صوت بكاء قد بدا يسري في مدينة رسول الله، فسأل ما الأمر؟ قالوا يا أمير المؤمنين، قبل الله عزاءك في أبي عبيدة بن الجراح. جلس عمر على الأرض على طول، ما استطاع أن يتحملها عمر بن الخطاب، ثم بكى كبكاء الأطفال ووضع رأسه بين فخذيه وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه، كأم سكلى فقدت وحيدها أبو عبيدة. ودفن هناك أبو عبيدة، ولكنه فاز كذلك بالشهادة، حيث قال النبي والمطعون شهيد. ودفن هناك. مرت الأيام والشهور، سيدنا عمر في خياله مين؟ أبو عبيدة. في يوم من الأيام سيدنا عمر قاعد في بيت، في دار، في بيت، ومعه عدد من الصحابة، فقال لهم سيدنا عمر، تمنوا، كل واحد يقول أمنية، نفسك في أبو شاكر؟ أبو شاكر نفسك في رمضان كام؟ 50 ورمضان تاع السنة دي. اللهم آمين، اللهم بلغنا رمضان يا ربنا. اسمع، قال لهم عمر بن الخطاب تمنوا، فقال واحد أتمنى مالا أنفقه في سبيل الله، برضك في سبيل الله، مش عشان اشتري السيارة والعمارة والكلام ده، أنفقه في سبيل الله. وقال الثاني وأنا أتمنى زبرجد وياقوت ولؤلؤ أنفقها في سبيل الله. وقال الثالث أتمنى خيلا تجري في سبيل الله. فكل قال تمنوا، فقالوا قد تمنينا يا أمير المؤمنين، وأنت ماذا تتمنى؟ فربما بكى عمر، فقال وأما أنا فأتمنى ملء هذه الدار تكون مليانة رجال كأمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حزيفة وحزيفة بن اليمان. يا سلام، لو الدار دي مليانة بأربع شخصيات دولة، فكان هؤلاء وفي مقدمتهم سيدنا أبو عبيدة متربع في قلب عمر، فكان عمر يتذكره. أحباب إخواني في الله، أحبابي، إلى أن مات فرضوان الله على أبي عبيدة، اللهم كما طيبت مجلسنا يا رب بسيرته الطيبة، نسألك أن تبعثنا وتحشرنا معهم يا رب العالمين.